السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. شباب، هذا الدرس اللي نعتبره اليوم نزل الاورج، ما بيعرف شيء ابدا عن العزف ولا عن الاورج ولا عن اي شيء ابدا، يعني معلومات صفر. كيف بدك تبدا العزف على اورج الموبايل؟ ماشي لهون. فهذا الدرس يعني للمبتدئين بامتياز، بعيدا عن الاورج صار اليومين، ف بتسلى هيك بنزل لكم شيء ينفعكم يعني الشباب الجداد. اي يا بابا، فخلينا اليوم نحكي شوي عن المقامات، طريقة تشريق الأورج، يعني هالشغلات هاي الأساسية كأنه بداية للعزف، انه تطلع شيء معك، يعني انه يطلع شيء معك بالعزف، تعرف تعزف شيء. فخلينا نبلش، ما بدي اطول عليكم. الأورج مقسم أوكتافات، دو ري مي فا صول لا سي، بيرجع بيتكرر نفسه، يعني ترجع تكمل للدو. هلا حسب انت هون شو حاطط عدد المفاتيح، هدول فيك تغيره من هون السيتنج، بتفوت على لوحه المفاتيح، عدد المفاتيح انا عاملهم 17، انت فيك تعملهم 20 24 اللي بدك اياه. بس المهم هول اثنين السود وبعدهم ثلاثه سود، هذا اوكتاف، يعني من الدو للسي هذا اوكتاف، ومن الدو للسي هذا اوكتاف، هو نفسه بالممارسه بتعرفوا شو الفرق بيناتهم. نجي على التشريق، هون في شيء اسمه كيو تي، لا تعرف شو هو التشريق. التشريق هو لتميز المقامات، ماشي؟ يعني الأورجو هو هيك بدون تشريق بيعزف معك العجم والكورد والنهاوند. العجم اللي هو من الدو للدو، هذا اسمه العجم. مقام الكورد من الري بتحفظها، هاي ري، ما بناخذ المي، ناخذ المي البيمول السوداء، هذول الشغلات مهمة بدنا نحفظهم، يعني خلينا نغير الصوت. ممكن تعزف الحجاز، هلا عم نحكي بدون ما تغير عدادات التشريق بالأورج، يعني الأورج مثل ما هو غربي. من الري الحجاز، يعني الحجاز مثلا فيك تعزف فوق النخل، خلينا نشوف التشريق وطريقته. في هون مفتاح اسمه الكيو تو، هون عند كيو تي عفوا عند الماوس، تكبس على كيو تي بيطلع لك هم هذول الاكتاف. شوف اثنين سود وثلاثة سود، هذول هم تحت، يعني هذول يعني هاي دو ري مي فا سول لا سي، ماشي؟ عشان تعرف احنا ما بنحكي عن التشريق، بنشرق المي والسي مثلا ليطلع معك المقامات من الري، دو ري مي، هاي مي تحطها ناقص 50، فا صول لا سي وهي سي. هذا بالنسبه للمقامات من الري، لما يكون عم نشتغل بالمقامات من اللا وشرق بس السي. خلينا على الري، نحن بس شرقنا المي والسي، هون طبقهم مع هذول الكبسات، يعني هاي المي وهي السي، هم هذول، هذا اسمه التشريق. هلا صار يطلع معنا البيات والصبا، ما راح احكي عن الراس لانه احنا عم نحكي كمبتدئين. تحفظوا بس المفاتيح، كيف التشريق، خلينا هاي التشريق مشان ما تنسوه، اشتغل هيك. هذا مقام الصبا يا شباب، شوفوا هو نفسه هون نفسه هون، يعني هذا كيف بدي لكم، يعني هون الجواب او هون النص، فينا نعتبره بالاورج الحقيقي، هون الميدل يعني ميدل سي، هذا النص، هون الجواب هذول بالازرق، وهون القرار. الفرق بين الجواب والقرار معروف، الجواب الصوت الناعم والقرار هو الصوت الراكز، يعني الصوت الخشن يعني العريض. خلينا نجرب الصبا من هون، احفظوا المفاتيح.
ترجع البيات ناخذ بس السي السوداء، ما بناخذ السي العاديه، ناخذ السي هذا اسمه مقام البيات. نعيده الصبا ناخذ هاي السوداء هاي السوداء وهاي السوداء هاي الصبا. نرجع البيات نرجع للكورد، انتبهوا الكورد والحجاز فينا نخلي التشريقة مثل ما هي لأنه ما بتأثر علينا. الكورد نرجع الحجاز هلا بدنا نشتغل على المقامات من درجة الله. بتسمع عازف بيقول لك شرق السي وبدنا نشتغل او الفا دييز معها، بس هي ما كثير بنستعملها، نحن خلينا بس على السي. بدنا نشتغل المقامات من درجة الله، او هاي الاغنية من درجة الله، الاغنية الفلانية شو هي درجة الله من هون، نحن شرقين بس السي. يعني بتجي مقام الكورد، مقام الكورد من الله بتاخذ بس السي سودا والباقي كله ابيض. هذا مقام الكورد. الحجاز الحجاز اخذنا فيه سي سودا سي بيمول والدو دييز، يعني هدول اثنين سود. نجي على البيات، البيات ابيض بابيض، هو اسهل شيء البيات من الله. ليش اسهل شيء؟ لانه من الله لحرف الله يعني هيك، هذا كله ابيض، هذا مقام البيات. نجي للصبا بناخذ بس الدو، عفوا الري سودا، انا بخربط لانه هون على الموبايل، ناخذ الري سودا والباقي كله ابيض. يعني واخر مفتاح من الصبا فيك تاخذه اسود، ان كان من الري وان كان من الله. ذاك اليوم انا نزلت للشباب على البيات المرهدن، قلت لكم البيات هو اسهل شيء من الله، انه شرق بس السي ناقص 50 واشتغل بيات. المرة الجاية بنرجع بنزل لكم شيء تكون، يعني هذا بس هيك عرفتكم على الاورج والتشريق، ومرة الجاية ان شاء الله بنزل لكم شيء تستفيدوا منه اكثر. بس لحتى انا فوت بالبرنامج لانه انا اصلا مش فايت البرنامج منيح، يعني كنت مهكره بس حاليا شلت التهكير، فما بدي افوت انا موضوع سيتات عشان ما حد يطلب مني سيتات. عفوا
F1 وقع التليفون. السيتات لها ناس، يعني انا ماني من جماعه السيتات ولا بدي اصنع سيتات، بس على اليوتيوب ما شاء الله كثير يعني. يعني بكره بلبستها كرو بتعرفوا شو هو السيت. يلا ان شاء الله تكونوا استفدتوا شيء، وان شاء الله نكون مرقنا هالدرس هيك على خير.